وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم يعني في يوم السبت نلتقي مرة أخرى في درسنا البلاغة إن شاء الله. الآن نحن سندخل وسنتناول في فصل السابع، في الفصل السابع بلاغة التشبيه. يعني وبعد ما أثر منه عن العرب والمحدثين. تفضل سايا اقرأ لنا. تنشأ بلاغة التشبيه من أنه ينتقل بك من الشيء نفسه من الشيء نفسه من شيء نفسه إلى شيء طريف يشبه يشبهه. نعم. أو صورة بارعة تمثله. نعم. يعني البلاغة نشأت بلاغة تشبيهنا. يعني كان سابقا بعض العلماء هو فرق أو فصل في علم البلاغة. ممكن بعضهم كتب خاص في باب علم البيان فقط، أو ممكن خاص في علم المعاني. لكن وبعد ذلك جمع العلماء في علم البلاغة أدخله فيها يعني علم البيان، علم المعاني، وعلم ماذا؟ بديع. كذلك هنا يعني نحن نتكلم ونتحدث عن نشأة بلاغة التشبيه. يعني من أنه ينتقل بك من شيء نفسه إلى شيء طريف يشبه. يعني علم التشبيه يعني كيف نحن نعرف، يعني بطريقة تشبه، استعمل طريقة تشبه أو طريقة تشبه ويشبه في نفسه، أو بطريقة أخرى ممكن بصرح بارعة. من بارعة؟ يعني ظاهرة، أو تمثله، يعني يوجد مثال أو يوجد الأمثل. تفضل سايا. وكلما كان هذا الانتقال بعيدا قليل الخطورة بالبال أو ممتزجا بقليل أو كثير من الخيال كان التشبيه أو أروع للنفس ودعا إلى إعجابها واحترازها. نعم، واحتزازها. نعم. وكلما كان هذا الانتقال بعيدا قليل الخطورة بالبال. من خطورة؟ يعني ترلنتس دي بنعم. أو ممتازا يعني امتزاج، بمعنى اختلط أو خلط، بتشمبر، بقليل أو كثير من الخيال. يعني أسلوب تشبيه يعني دخل فيه يعني الخيال. ونحن إذا أردنا أن نشبه شيئا بنفسه لابد علينا أن نتخيل. ونحن نتخيل في هذه الأشياء ماذا كذا كذا. وكذلك إذا وجدنا الخيال وبعد ذلك نحن نتحدث أو نعرض الأسلوب بالبلاغة. المهم يعني الأساس في التشبيه الخيال. الخيال هو يخيل، أو هو يخيل الشيء ثم يدخل في نفسه. هكذا كان تشبيه أروع لنفس. من أروع؟ يعني أجمل. أروع يعني اسم التفضيل من الروع أو رائع أو روعة. وأدعى إلى إعجابها واهتزازها. ما اهتزاز؟ يعني اضطراب، برغنجان. هذا معنى اهتزاز. الآن تفضل سائية. فإذا قلت فلان يشبه فلانا في الطول، أو إن الأرض تشبه الكرة في شكلي، أو إن
جزارة البريطانية تشبه بلاد اليابان. جزر لسه جزر 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 يعني جمع جزيرة. البريطانية تشبه بلاد اليابان لم يكن لهذه التشبيهات أثر للبلاغة أثر للبلاغة لظهور المشابهة وعدم احتياج أصور عليها إلى براعة وجهد أدبي ولخلوها من الخيال. نعم. فإذا قلت مثلا نحن نقول فلان يشبه فلانا في الطول أو إن الأرض تشبه القرى في الشكل أو إن الجزر البريطانية تشبه بلاد اليابان. هذه عبارة ثلاث عبارات لم تكن من تشبه وأثر للبلاغة لم يكن أثر للبلاغة. لماذا؟ ما وجد فيه يعني الخيال وهو لا يعطي الصرح الأخرى لظهور المشابهة وعدم احتياج العثور عليها. من العثور عليها يعني وجد إلى براعة وجهد أدبي ولخلوها من الخيال. من لخلوي يعني عدمه ولعدمها من الخيال هكذا فقط. يعني في الحقيقة الأساس في التشبيه يعني نحن نأتي بالخيال أو تصور. نحن لابد علينا أن نتصور في ذهننا وإذا وجدنا الصورة ممكن نحن نلقي نلقي العبارة كما تصورنا. تفضل. وهذا الضرب من التشبيه يقصد به البيان والإضافة وتقريب الشيء للأفهام وأكثر ما يستعمل في العلوم والفنون. وأكثر ما يستعمل في العلوم والفنون ولكنك تأخذك روعة ولكنك تأخذك نعم ولكنك تأخذك روعة التشبيه حينما تسمع قول المعري يصف نجما يسرع اللمح في مرار كما تسرع في اللمح مقلة القضبان. فإن التشبيه لمحات النجم وتعليق مع مرار وتعلقه مع مرار ضوئه بسرعة لمحة القضبان. من التشبيهات النادرة التي لا تنقال إلى الأديب. ومن ذلك قول الشاعر وكأن النجوم بين دجاها عندكم سنن لها بينهن ابتداع. نعم استمر. نعم. فإن جمال هذا التشبيه جاء من شعورك ببراعة الشاعر وحذقه نعم في أقل المشابهة بين حالتين ما كان يخطر بالبال تشابههما وهما حالة النجوم بالبال تشابههما وهما حالة النجوم في رقعة الليل بحال السنن الدينية الصحية متفرقة بين البدع الباطلة. ولهذا تشبيه رواة أخرى جاءت من أن الشاعر تخيل أن السنن مضيئة
lamaatun wa annal bid'ah muslimatun qatimatun. Naam. Yani hadha min al-misal la wa hadha ad-darbu ma'na ad-darbu misal. Hadha al-misal min at-tashbih yuqsadu bihi aw yuradu al-bayan wal-idhah wa taqribu syai' ila al-afham wa aktsaru ma yusta'malu fil ulumi wal funun. Yani at-tashbih yani uslub tashbih yusta'malu fi ilmin wal funun walakinaka ta'khuduka ra'atu at-tashbih hinama tasma'u qala al-ma'ri yasifu najman. Hadha al-maqsud yani kayfa nahnu nafham hadha al-uslub bit-tashbih am la. Ata asy'ir ata asy'ir yani yusri'u al-lamha fi ihmaririn kama tusri' fi al-lamhi muqlatun al-ghadban. Hadha syi'ruhu al-ma'ri fa inna at-tashbiha lamahat an-najmi wa ta'alluqihi ma' himari dha'ihi. Yani lamhat najm huwa yani mushabbah wa ta'alluqihi ma' himari dha'ihi bi sur'ati lamhati ghadbani min at-tashbihati an-nadirah allati la tanqadu illa li adibin wa min dhalika qala asy-sya'ir. Yani al-mushabbah ini al-lahan yani wal mushabbah wa jashabahna yani ihmar dawhi yani bi sur'ah lam hatigat ghadban hadha bi ma'na wajusha shabah min atashbihati nadirah yani rajul idza ghadiba ma wajadna minhu ihmar yani ihmarra wajhuhu ihmarra wajhuhu wa kadhalika yani madha al-lamham fi ihmar hadha mushab shabba thumma nati ila qaul sya'ir wa ka'anna an-nujuma baina dujaha sunanun laja bainahunna ibtida' wa ka'anna an-nujuma baina dujah mana makna dujah ini daw dujah daw duha sunanun laja yani lamha berkilau ya bainahuma ibtida' mana ibtida' bimana huna ibtada'ah ibtada'ah yani syai'un jadid au laisa hunaka laisa huna faqat yani mungkin bermakna baina huna ibtida' bimana ad-daw misal fi ilmi al-badi' al-badi' bimana tahsin al-badi' bimana tahsin wa kadzalika al-ibda' yani mungkin yuhsin yuhsin syai' mungkin fa inna jamala hadha at-tashbih jaa'a min syu'urika bi bara'ati asy-sya'iri wa hadqihi fi aqdim musabahati bain halataini ma kana yakhthuru bil bali tashabuhuma yani fi at-tashbih yani ya'ti min syu'ur mana syu'ur al-hissah bi bara'ati asy-sya'ir mana bara'ah yani bara'ah bina huwa rajulun aqli aqli yani rajulun bin zaki zaki naam nastamir yani mungkin hadha syar mungkin hadha mungkin hadhihi min asyurut syairah syairah man arada an yulqi asy-syair mungkin indahu bara'ah bara'ah wa hadhaq hadhaq yani nafsul ma'na misal idza sami'ta al-qaul misal rajulun hadhiq bimana rajulun dzaki al-hadhaq wal bara'ah mungkin min syurti asy-syair atau min syurti syair fi al-uslub tashbih kaifa idza rajul kaifa idza kana rajul ghairu bari'a ha kaifa huwa sayushbih kaifa huwa sayatakhayyala rajulun mutakhayyil mungkin fihi aqluhu katsira mungkin aqluhu masyaallah
وكذلك بين حالتين ما كان يخطر بالبال تشابههما، يعني يخطر بالبال يعني terlintas di benak mubasyar ha mubasyar hadhihi min alamati zaki idza idza ra'a rajul mubasyara mungkin huwa yulqi al qasidah bi uslub tashbih hadhihi min syurut fi tashbih wa huma halatun nujumi fi ruk'atil lail. Mana ruk'ah? Ruk'ah mungkin misalnya ruk'ah bermakna ماذا نقول باللغة الإندونيسية yakni semacam apa dia tu di ruk'ah itu keindahan di malam hari bihal sunnani yakni ad-daw ad-diniya as-sahiha mun mutafarriqatan bainal bid'i al-batil wa li hadha at-tashbihi raw'atun ukhra ja'at man anna sya'ira takhayyala anna sunana mubdi'atun lamma'ah yakni al-maf'ul huna objeknya itu mungkin an-nujum hiya al-maf'ul walakin asy-sya'ir yurid an yushbih asy-syak bi hadzan nujum au bi bidaihi mungkin au bidaiha mungkin hadza tatakhayyal asy-sya'ir min al-mudhi mudhi al-lamma'ah. Jadi dari cahaya yang berkilau itu bisa dibikin sebuah syair sama mereka itu. Wa annal bid'a muzlimatun qatimatun. Yani muzlimatun qatimah yani syadidah. Gelap sekali. Tafadhal khana ya. Wa min abdahi tashbihat qaulul mutanabbi balitu bilal atlali illam akif biha wukufa syahihin doa fit turbi khatamu nam khatamuhu khatamuhu of khatimuhu khatimuhu yajuhu ala nafsihi bil bila wal mana iza huwa lam yakif bil atlal yazkura ahda man kanu biha summa arada ay sawira laka hayata wa qaw wuquf wuqufihi faqal kama yakifu syahihun faqad khatimatu fit turabi man kana yuwaffaqu ila taswirin halin ila taswiri halil zahiri al mutahayyiri al mahzuni al mutraki bi ra'sihi al muntakilu min makanin ila makanin fit tirabin wa duhsyatin bihalin syahihin faqad fit turabi khatiman saminan wal waradna anan nuwaridu an nurida laka amsilatan man hadha min hadha nau'i li tawla al kalam Naam. Yakni wa min abda at-tashbih qaulul mutadabbi. Mana wa min abda? Abda bina wa min ajmal. Wa min ajmal at-tashbih qaulul mutanabbi balitu bilal itlali in lam aqif biha wuqufa shahihin du'a fi turbi khatimah. Yakni yad'u ala nafsihi. Mana yad'u ala nafsihi? Yakni huwa samma nafsahu. Samma nafsahu bil bila wal fana yakni ditu al abad idza lam bil fina laysa fana bil fina al fina yakni al makan al fina bi nama makan idza huwa lam yaqif bi atlali li yadhkura ahda man kanu biha yakni idza huwa lam yaqif fi hadzal fana
افنا بالاطلال الالال يعني قل ليذكر احدى من كانوا بها ثم اراد ان يصور لك هيئه توقفه يعني المتنبي يريد ان يصور حاله حاله في موقف في موقفه dalam keberadaannya kama yakifu syahihun faqad khatimuhu fit turab kama syahih yani bakhil syahihun bimana ba bakhil syahihun asyad minal bukhul syahihun asyadun minal bukhul yani asyahi rajulun syahi yani huwa yashihu fi nafsihi wa ghairihi hadha syahihun jiddan kama fi hadisin nabi sallallahu alaihi wasallam inna aba sufyan hinama ishtakat zawjatu abi sufyan hindun li rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah inna aba sufyan rajulun syahihun syahihun yani bukhul jiddan yani huwa la yu'ti fi nafsihi wa la fi ghairihi huwa yamna fi nafsihi wa ghairihi hadha syahih jiddan bakhil jiddan syahih faqad khatimuhu fit turab mana faqad khatimuhu fit turab yakni faqad yakhtam yakhtamuhu fit turab maksudnya adalah orang yang rajulun syahih kafa bit turab cukuplah tanah itulah yang akan menghilangkan kebakilan mereka dia maksudnya sudah mampus man kana yuwaffaqu ila taswiri man kana yuwaffaqu yani man kana yuwafiq ila taswiri ha halidhahil almutahayyir yani mutahayyir murtabik bingung wal mahzun yani wal muttariq yani muttariq wal mutraq bi ra'sih yani turiqah turiqah bi ra'sih makna yani dipukul ke kepalanya al taqilu min makanin ila makanin fitirabin wa duhsyatin bihali syahihin faqad fitirab khatiman saminan thumma wal aradna an nurida laka amsita min hadha an-na'u la talal kalam yani al uslub al ibara as-sabiqah yani min makanin ila makanin fitirabin wa duhsyatin bihali syahihin faqad fitirab khatiman saminan yani hadzal bayan hadzal baminal minasyak syair yani wakafa biturab wakafa wakafahu biturab wakafa biturabi syahih syahihan cukuplah tanah itu yang akan menjadi mencukupi bagi orang yang pelit hakadha hadzal maksud fi hadzal hadis yakni al farqu baina as-sabiq wal mutanabbi wal mutanabbi yati bil misal bitashbih amma idza lam yatakhayyal asy'ir fi tashbihi lam yakun at-tashbih misal al ardu tushbih al kura fi syakal hadza ma'rufa al ardu al ardu tushbihu al kura fi syakal kaifa syakal al ar yani al kura ha hadza laysa bimana tashbih yani at-tashbih wa nahnu na'ti al-kalima al-ukhra allati hadhihi al-kalima idza ashbahna qawiyah qawiyah fil ma'na yani idza raja'na ila arkan at-tashbih at-tashbih asasuhu yani al-mushabbah wal mushabbah bih wa idza aradna an yushbih al-shakhs ar-rajul wa nahnu nanzur ila al-mushabbah bih hal musabbabihi huwa aqwa am la hakadha idza wajadna aqwa mungkin nahnu nushabbih hakadha wa kadhalika fil mutanabbi hakadha nastamir na'am nastamir hadhihi hiya balagatu tashbihi min haitsu mablagu tarafatihi wa bu'da marmahu wa miqdaru ma fihi min khiyalin amma balaghatuhu min haitsu as-surah al-kalamiyah
التي يوضع فيها متفاوته أيضا. فكل تشبيهات مرتبة في البلاغة ما ذكرت أركانه جميعها، لأن بلاغة تشبيه مبنية على ادعاء أن المشبه عين المشبه به. نعم. ووجود الأداة ووجه الشبه معا يهولان دون هذا الادعاء، فإذا حذفت الأداة وحدها أو وجه الشبه وحده ارتفعت درجة التشبيه في البلاغة قليلا، لأن حذف أحد هذين يقوي ادعاء اتحاد المشبه والمشبه به بعد التقوية. أما أبلغ أنواع التشبيه فتشبيه البليغ، لأنه مبني على ادعاء أن المشبه والمشبه به شيء واحد. نعم. هذه فكرة يعني كما شرحت أنفا، يعني الأساس في تشبيه المشبه والمشبه به، يعني المشبه عين المشبه به، من عين؟ يعني شيء مشبه به، يعني هو نفسه المشبه والمشبه به، يعني مقترنا، keduanya saling sinkron. وكذلك هنا يوجد في العبارة الأخرى يعني التشبيه البالغ هو أبلغ. ما العلة هنا؟ لأنه مبني على ادعاء أن المشبه والمشبه به شيء واحد. مثال أنت بحر هذا التشبيه البليغ. لماذا حذف أدوات التشبيه ثم حذف وجوش شبه والباقي مشبه والمشبه به؟ لماذا سمي ادعاء أن المشبه والمشبه به شيء واحد؟ يعني أنت بحر أنت وأنت بحر هكذا. هذا سمي بتشبيه بليغ. نعم. تفضل أستاذ نستمر. أي ساعة أستاذ؟ نستمر. هل سيأتي الحاضرون؟ أو إذا أتى الحاضرون ماذا سنفعل؟ أو نستمر؟ لا بس. سنكمل. بقي فقرة فقط. هذا وقد جرى العرب والمحدثون على تشبيه الجواد بالبحر والمطار والشجاع بالأسد والوجه الحسني بالشمس والقمر والشحم الماضي في الأمور بالسيف والعالي المنزلة بالنجم والحليم الرزين بالبخل والآمال الكاذبة بالأحلام والوجه الصبيح بالدينار والشعر الفاهم ليس والشعر الفاهم بالليل والماء الصافي باللجين الفضة والليل بموج البحر نعم. والجيش بالبحر الزاخر والخيل بالريح والبرق والنجوم بالدرار والأزهار والأسنان بالبرد واللؤلؤ والسفن بالجبال والجداول بالحياة
matluwiyati wa syaibi bin nahari wa lam'i suyufi wa gurratil farsi bil halal firsi furs farsi wa gurratil farsi 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 bil hilali na'am wa yushbihuna al jabana bin nu'amati bin na'amati bin na'amati wa zubabati wal la'imu bin sa'labi wa ta'isha bil farashi bil farash na'am wa zalila bil watidi wal qasi bil hadidi wal sukhri wal balida بالحماري بالحماري والبخيل بالأرض البخيلة والبخيلة بالأرض مجديبة مجدية مجدية نعم كل قرأنا كل قرأنا يعني مشابه والمشاب مشابه به كل هذه جملة يعني يوجد المشابه والمشابه به هذه أمثلة سابقة نعم. هذه أمثلة سابقة مثال فلان يريد كذا كذا مثال البليد بالحمار يعني البليد رجل غبي البليد رجل غبي يشبه بالحمار هكذا يعني كل ما قرأنا هذه أمثلة نعم. هذه أمثلة المشبه والمشبه به نعم تفضل سأل وقد اشتهر وقد اشتهر رجال من العربي بخلال محمودة فصاروا فيها أعلاما وجرى التشبيه بهم ويشبه الوفي بسامويل بسامويل سامويل سامويل نعم والكريم بسامويل والعادل بعمر والحليم بالأحنف أحنف والفصيح بسهبان والخطيب بقسط وشجاع بعمر بن بن معدي يكرب بن عمري معدي يكرب معدي يكرب نعم والحكيم بلقمان وزكي بإياس نعم واشتهر آخرين بصفات ذميمة فجرى تشبيه بهم أيضا ويشبه العي بباقل والأحمق ببهنقة بهبنقة 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 والنادم بالكسيع والبخيل بمارد 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 وحجاء بالخطيعة نعم والقاسي بالحجات يعني كله يعني هذا صفة تشبيه للمذموم وللمم ممدوح هكذا فقط هذا المقصود في هذه الفكرة إن شاء الله في يوم ماذا اثنين الحقيقة والمجاز إن شاء الله نختم بالدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته